بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله إخواني التلاميذ متابعي قناة قسمي بوين آ، مرحبا بكم معي في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه إن شاء الله أن إكزارسيس في لو كور ديليمون دو لوجيك. هذا الإكزارسيس تركز على لو ريزونمون باغ لابسورد، وغادي نشوفوا فيه واحد الحالة خاصة ممكن تصادفوها في لي زيكزارسيس، وخصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاها. قبل ما نبدا في النقاش ديال هذا الإكزارسيس هذا، كنطلب منكم كاملين ديروا معاه محاولة، ثم الإجابات اللي غادي توصلوا لها حاولوا تكتبوها في لي كومونتير قبل ما تشوف الإجابة اللي غادي ندير. وملي تكتب الإجابة ديالك في لي كومونتير ماشي ضروري تعاود تموديفيها فيها ولا تسوبريما إذا لقيتي راسك غلط، المهم كتب لي الإجابات اللي درتي أنت باش هكذا كناخذوا فكرة على المشاكل اللي كيلقاو التلامذ والصعوبات اللي كيواجهوها وإلى آخره. وحاول تكتب لينا باختصار، لأن الكومونتير في اليوتيوب ما كيعطيكش الإمكانية ديال انك تصور مثلا كتابة ديالك، لان الجواب اللي غادي يكون في ورقة التحرير بطبيعة الحال هو الجواب اللي تيكون واضح اكثر، لكن انت في الكومنتير غادي تحاول توضح ما امكن المراحل والخطوات ديال الجواب ديالك. طيب دونك سوا الفا بيتا اي غاما دي نوم غيال تيل كو الفا بلس بيتا بلس غاما اي سوبيريور او ايغال ا 6 اون اوتيليزون لو ريزونمون بار لابسورد، يعني باستعمال البرهان بالخلف، مونتري كو لو ماكس دو الفا بيتا غاما اي سوبيريور او ايغال 2. دونك شوف في لو ريزونمون بار لابسورد كتكون عندي في الحقيقه هي راه امبليكاسيون، يعني شنو الامبليكاسيون اللي عندنا واخا ما مكتوباش عندي الامبليكاسيون بحال هكذا. دونك pour alpha, beta et gamma des nombres réels, هل implication اللي عندنا alpha plus beta plus gamma est supérieur ou égal à 6 implique que le max de alpha beta gamma est supérieur ou égal à 2. Il y a une implication. Dans la démonstration ou le raisonnement par l'absurde, كنفترضوا لا نيغاسيون ديال هاد لا بروبوزيسيون هادي، وكناخذوا هادي كانها معطى دونك مع لي دوني ديال ليكزيرسيس. اذا ملي كنفترضوا لا نيغاسيون دو سيت بروبوزيسيون كنبقاو غاديين باغ دي امبليكاسيون سوكسيسيف، وكنحاولوا نطيحوا في اون كونتراديكسيون. دونك خصك تكون على اطلاع بهاد الفقره هادي في الكور وفاهمها مزيان باش تقدر تساير معايا. المهم حنا غادي نشوفوا دابا عمليا كيفاش غادي نتعاملوا مع هاد ليكزيرسيس هذا. اذا السؤال دابا المطروح والنقاش اللي خصو يكون، يعني شنو هي لا نيغاسيون ديال هاد لا بروبوزيسيون ماكس دو الفا بيتا غاما سوبيريور او ايغال ا 2. دونك لا نيغاسيون دو سيت بروبوزيسيون. وهنا في التوضيح ملي كنقول هذه بروبوزيسيون رغم ان فيها 3 فاريابل، حنا شفنا في الكور بانه اذا عندي دي فاريابل وما عنديش لي كونتيفيكاتور فكتكون فونكسيون بروبوزيسيونيل، مفهوم؟ ولكن علاش هذه كنسميها بروبوزيسيون؟ لان حنا كنناقشوا هذه في الحاله اللي تكون هذه فغي. دونك اون سيبوز كو سيت بان هذه راه فغي، دونك تتصبح ملي كنفترض انها في الحاله فقط اللي هي فغي، دونك راه كتولي على شكل بروبوزيسيون امبليك هذه اللي حتى هي كنناقشوا انها تكون فغي. دونك تتكون بروبوزيسيون، اذا في المصطلحات يعني الامور خاصها تكون واضحه. اذا كيفاش غادي ندير لا نيغاسيون ديال هذه؟ لانه في لا نيغاسيون الا كانت عندي هنا سوبيريور او ايغال غادي نديرو انفيريور ستريكتومون. الا كانت مهم بزاف ديال الحوايج كنعرفو نتعاملو معاهم، لكن الاشكال هو ديال هاد الماكس كيفاش غادي نتصرفو. الوغ الحل هو كالتالي، خصنا نعرفو بانه بكل بساطه بان لو ماكس دو الفا بيتا غاما شنو كيساوي بالضبط. انت ملي تفكر بطبيعه الحال بحكم ما عندناش شي حاجه اللي كتفرق لي ما بين يعني شنو الفرق ما بين الفا وبيتا وغاما في هادشي اللي كناقشو، الوغ غادي نقولو بان ماكس دو الفا بيتا غاما سوا غادي يساوي لينا الفا، و ماكس دو الفا بيتا غاما يقدر يساوي لي بيتا. غادي نكمل هنايا او لو ماكس دو الفا بيتا غاما يساوي غاما على حسب شكون الكبير فيهم. الوغ ملي عندي هادشي هذا الى عوضتي هنا غتولي عندك بالشكل التالي، غتولي عندك
دونك هذه إذا كانت تساوي ألفا شنو غتصبح؟ غتصبح عندك ألفا إي سوبيريور أو إيكال دو، أو لو دوزيام كا هو إذا كان هاد الماكس ألفا بيتا كاما إذا كانت تساوي بيتا، دونك غتصبح عندك بيتا إي سوبيريور أو إيكال دو، أو غاما إي سوبيريور أو إيكال دو. إذا كتصبح عندنا بهذا الشكل هذا، وهاد لا بروبوزيسيون دابا كنقدرو نديرو لها لا نيغاسيون بشكل بسيط جدا، وغادي نستعملو يعني لي ريغل دو مورغان صافي. وبالتالي انا راه تنكتب باختصار، ما كنقادش يعني لا ريداكسيون، انت طبيعه الحال في الخدمه ديالك خصك تقاد الامور، فقط انا كنناقش معكم الافكار. اذا لا نيغاسيون اللي كاين عندك هو ان غتصبح عندنا الفا اي انفيريور ستريكتومون ا 2 بلاص هاد او غتصبح اي، بيتا اي انفيريور ستريكتومون ا 2 ثم بلاص هاد او غتصبح اي، فاش كندير لا نيغاسيون غاما لا نيغاسيون ديال هادي هي غاما انفيريور ستريكتومون ا 2. مزيان، الوغ في لو ريزونمون بار لابسورد غادي نطلقوا من هاد ليبوتيز هادي، يعني هكذا غادي يكون الجواب ديالنا. اون سيبوز، سيبوز كو الفا انفيريور ستريكتومون ا 2 اي بيتا انفيريور ستريكتومون ا 2 اي غاما انفيريور ستريكتومون ا 2. الوغ غادي نديرو لا سوم مومبر بار مومبر، دونك غتولي عندي الفا بلس بيتا بلس غاما اي ستريكتومون انفيريور ا 2 بلس 2 بلس 2 لي 6، سو كي ابسورد. علاش؟ لانه كيما قلت لكم في الاول في لو ريزونمون بار لابسورد، هاد لا بروبوزيسيون الاولى كناخذوها كوم دوني، وكنفترضوا لا نيغاسيون ديال هادي وكنطيحوا في شي كونتخابوزيسيون ولا شي حاجه اللي هي ابسورد. فهم؟ طيب بحكم ان هادي عندي مع المعطيات، فالنتيجه اللي وصلت لها فهو متناقضه مع داكشي اللي عندي. الوغ هادشي اللي افترضته غادي يكون غلط، دونك لا نيغاسيون ديالو اللي هي هاد لا بروبوزيسيون الاولى غتكون فغي. الوغ دابخي لو ريزونمون بار لابسورد، غادي يكون عندي ماكس دو الفا بيتا غاما سوبيريور ايكال ا 2. طبيعة الحال في الاول ديكزارسيس كتقول انت سوا الفا بيتا غاما دي نومبر غيال تيلكو، يعني باش كتكون خديتي هادي بعين الاعتبار، تيلكو الفا بلس بيتا بلس غاما اي سوبيريور ايكال 6، كتكتب هادي بعدا وعاد كتجي هنا كتقول اون سيبوز كو، وكتخدم الخدمه ديالك بشكل عادي. دونك هاد الشيء اللي كاين عندي في هاد لا فيديو كان الهدف هو نناقشوا لا نيغاسيون دين بروبوزيسيون اللي فيها هاد لو سامبول ديال ماكس. نفس الشيء الا كنتي في شي اكزرسيس وفيه لانف او عفوا مين، لانف عندنا معنى اخر، الا كانت عندك مين دو الفا مثلا بيتا غاما، فخصك تفكر بنفس المنطق. وكنتمنى ان الفكره تكون وصلت لكم وتكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. كيف ما قلت لكم الاجابات ديالكم اللي غادي تكونوا كتبتوهم نورمالمون دابا خليوهم باش نطالعوا عليهم ونشوفوا شنو الافكار اللي جاكم في بالكم اثناء التفكير في هذا التمرين هذا. دونك نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.